احكي لي دكتور، الحاله لما بتقعد سنه واتنين سايبه الندبات وسايبه الحبوب، كل ما تاخرنا كل ما كان وبعد كده اسوء. جايه لحضرتك، انا بصي انا عايزه اغمض عيني وافتحها الاقي نفسي مفيش، مفيش ولا حاجه. احنا مش طبعا بنعمل الكلام ده سحر خالص. بمناسبه بقى السحر يا دكتور، لازم نتكلم عن الهالات السوداء. وزي ما قلت ان هي دي للاسف مشكلتنا كلنا، وبجمع مش بقول ان في حد لان جيناتيكالي احنا جيناتيكال، ممكن نقول لايف ستايل، ممكن مزبوط. نقول هي مالتي فاكتورز، هي هالات السوداء دي متعدده العوامل، ليها عوامل كتيره جدا. فبرضو العيان برضو لازم يفهم ان هو هنيجي عند فاكتور فاكتور كده نحاول نصلح فيهم. جزء الجيناتيك مش هنقدر نتكلم فيه لان احنا كلنا عندنا كجيناتنا كمصريين ولون الجلد بتاعنا عندنا قابليه ان يظهر لنا الهالات السوداء بشكل كبير قوي. في انفايرومنتال فاكتور او عوامل محيطه بينا او احنا بنعملها دي بتزود قوي قوي الجيناتيك فاكتور دي، زي السهر، الشاي، القهوه، الارهاق، الاسترس، العياط، كل الحاجات دي بتزود قوي الجيناتيك فاكتور ده. طبعا كل ما يعني خلاص انا وانس ان انا هبدا اتعامل مع الهالات فانا لازم اقلل من الانفايرومنتال فاكتور او العوامل المحيطه بيا اللي بتزود الاسمرار او الهالات السوداء دي. ده بالنسبه كلايف ستايل زي ما قلنا برضو في قصه الحبوب. طبعا برضو قصه التغذيه، الخضار والفاكهه اللي ما فيش اي بنت من البنات بناكلها دلوقتي لا خالص. دي بقت عيبه دلوقتي دكتور. لا انا هاكل خضار وهاكل فاكهه مثلا، لازم شكلها وحش قوي. هاخد معايا الشغل دلوقتي بقول لهم لانش بوكس لازم يبقى فيه خضار وفاكهه وتاخديه معاكي الشغل وات ايفر، معاكي المدرسه بيكسفوا طبعا. قدام الموبايل والاضاءه بتبقى ضعيفه، اضاءه الموبايل، تمقيقه العين في الموبايل طول الوقت دي برضو نفس الكلام، هتلاقي كلنا نظرنا بيضعف من كتر ما احنا بنبص حتى في الموبايل. فدي كلها عوامل محيطه بتزود جدا من الفاكتورز اللي احنا بنتكلم عليها. لو احنا جينا من الناحيه الطبيه بقى، برضو لازم تشخيص ايه سبب الفاكتورز الثانيه المصاحبه للهالات. في ناس بيبقى عندها الجلد تحت عينيها رقيق جدا فبيبين العروق او الشعيرات الدمويه اللي تحت العين، طبعا مع السهر والكلام ده كله فبيحصل زي هايبوكسيا او ان الاكسجين ما بيبقاش موجود كويس في المكان ده، بدا يظهر اكتر بالظبط، فبتزود كتير قوي الموضوع ده. او ان الجلد داخل لجوه وبيبقى فيه تجويف كده تحت العين، فالتجويف ده بيدي انعكاسات ضوء غامقه تحت العين فبرضه بيزود او بيسوق جدا المنظر. طب احنا هيبقى برضو معانا حاله يا دكتور برضو حضرتك تقول لنا عليها، ان هي دي مشكله كبيره جدا الهالات وجامده قوي دي جامده قوي، بس هي ما خدتش الامبروفمنت الكامل. هي دي بعد جلسه من علاج بماسك تفتيح، اوكي، ولكن ممكن تاخد نتيجه اكتر من كده بكتير جدا لو نلاحظ ان في الصوره صورتين ان في جروف او تجويف تحت العين. التجويف دوت لو اتحقن بماده الفيلر بتعلي الجلد بنسبه، اوكي، فيبقى ما يبقاش فيه الجروف او الخط التجويف دوت، فده بيخلي انعكاسات الضوء على المكان ده اللي بتدي شادو غامق، وطبعا دي قصه بتاعتكم انتوا في الاضاءه تفهموا اكتر مننا فيها في كتير. فده بيحسن العيان وهو قاعد على السرير بيشوف فرق، يعني قبل ما نقوم من الجلسه بوري له الفرق ما بين العين دي والعين دي، بيبقى فيه تحسن في اللون في وقتها. ده في الجلسه يعني مش هيستنى مثلا لما يروح البيت ما او بيستناش بقى انا حتى القشر الجلد، قشر الجلد فتح حقن الفيلر. لو الناس اللي عندها، لو احنا شخصنا قلنا ان عندها حاجه اسمها تير تراف او ان الجروف اللي بيبقى تحت العين دوت، لو احنا حقناه الفيلر العيان وهو لسه قاعد على السرير بيشوف فرق ما بين عينه اللي اتحقنت وعينه اللي لسه ما اتحقنتش، نتيجه لان الجلد لما عالي شويه غطى كمان على الشعيرات الدمويه اللي تحته، انعكاسات الضوء قلت، فده ادى نسبه تفتيح مرضيه جدا. بعدها بقى ممكن نبدا نعمل ماسكات تفتيح زي الماسك الموجود دلوقتي ده، وده بيحسن لي بنسبه اكبر. طبعا احنا زي ما بنقول برضو نسبه التحسن لو قلنا انها 70% وعديناها برضو بنبقى مبسوطين جدا. النتائج بتبقى كتير مرضيه. للاسف برضو اللي هو السمعه القديمه ان هو الهالات السوداء ملهاش حل، وان انا شايل كونسيلر على طول والكونسيلر يبوظ لي عيني اكتر، وبلاقي سن 18 سنه عندهم خطوط تحت عينيهم تجاعيد من كتر استخدام الكونسيلر، اوكي، فطبعا ده كله خاطئ تماما. لو هتدخل، في بنات تقول طب انا هحقن في سن مبكر او هعمل جلسات في سن مبكر، ده افضل بكتير جدا من ان انت تستخدمي مواد كيماويه في سن مبكر، لان يعني دي كلها حاجات طبيعيه ما فيش منها اي ضرر او اي مشاكل طالما انا عندي مشكله مؤرقاني ما سيبهاش تاثر على نفسيتي طالما ليها حلول. فابدا بشكل مبكر. وبعدين برضو حتى الحاجات، استخدامات الحاجات المنزليه في ان انا احط حاجات مرطبه تحت عيني وحاجات تلطف الجلد، حاجات من مستخلصاتها الكامومايل والشاي الاخضر، واشرب ميه بشكل كافي. شرب الميه ده بقى دايما اللي بتكلم عنه كتير قوي.